لمعرفة ردود الفعل الشعبية في المحافظات العراقية معنا الآن شبكة مراسلي قناة الفلوجة، وهم معنا من بغداد فراس الدليمي ومن أربيل مهند محمود مدير مكتب قناة الفلوجة في إقليم كردستان، ومن الأنبار معنا سلام خالد أيضا، ومن الموصل محمد سالم. أهلا بكم جميعا. نبدأ من بغداد مع فراس الدليمي. فراس، ما هي ردة فعل الجمهور البغدادي بعد إعلان النتائج الأولية الجزئية يوم أمس؟ نعم ناطق، يعني هناك انقسام في الشارع العراقي، هناك من عبر عن سخطه للذين ذهبوا وأدلوا بأصواتهم ولم تكون يعني مرضية لهم هذه النتائج، خصوصا أنه يعني هم كانوا مقاطعون لهذه الانتخابات. لكن بالمقابل كانت هناك احتفالات كبيرة جدا في الشارع العراقي حتى بعد منتصف ليلة أمس بالنسبة لجماهير تحالف سائرون التي يرعاها السيد مقتدى الصدر، وأيضا يعني هناك يعني بالنسبة ردود أفعال إيجابية للذين شاركوا بالانتخابات، على الرغم من يعني وجود استياء شعبي بسبب الإرباك والتلكؤ الذي رافق عملية التصويت، خصوصا بعد تعطل العديد من الأجهزة وأن العديد من المصوتين عادوا ولم يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم بسبب توقف هذه الأجهزة وعدم ظهور أسماءهم في مراكز الانتخاب. حقيقة هذه كلها عوامل يعني تعتبر سلبية بالنسبة للناخب العراقي. أيضا كان هناك عزوف واضح من قبل العراقيين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. يعني اليوم بعد يعني إعلان النتائج ليلة أمس كان هناك يعني فقط لربما ردود أفعال إيجابية بالنسبة للأسماء والشخصيات السياسية الكبيرة التي خسرت جزء كبير من مقاعدها ومن جمهورها، إضافة إلى شخصيات لم تستطع حتى الوصول إلى قبة البرلمان مرة أخرى بعد 14 عام من الاستحواذ على السلطة والدخول في العملية السياسية، على الرغم من رفضها من قبل الجمهور، خصوصا أنها لم تقدم شيء للشعب العراقي وإلى البلاد، جاءت عن طريق فقط المحاصصة الحزبية والطائفية. اليوم لربما النتائج تكون إيجابية، خصوصا بعد صعود تحالفات جديدة اليوم ووجوه جديدة في هذه التحالفات مثل تحالف القرار، كان له أصداء حقيقة إيجابية وجيدة جدا في الشارع العراقي للنتائج التي جاء بها في محافظة بغداد وديالة والأنبار وصلاح الدين والموصل. يعني أصبح رقم يعني في العملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة. نعم. أيضا هناك حقيقة كان ردود أفعال إيجابية لخسارة بعض الأحزاب والكتل السياسية التي كانت تريد أن تشكل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن الكل. نعم. يعني دعني أنتقل إلى الأنبار تحديدا مع سلام خالد. سلام، يعني الجمهور الأنباري بعد إعلان النتائج الأولية الجزئية، هل هو راضي عن هذه النتائج وما ردود فعله حول هذه النتائج؟ نعم ناطق، بما يخص ظهور النتائج الجزئية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2018 في محافظة الأنبار، هناك نوعان من ردة الفعل. هناك ردة فعل سياسية قد صدرت يوم أمس من بعض الكتل الوطنية وعابرون والقرار، ويعني قبل إعلان النتائج عبروا عن رفضهم لمجريات الأحداث التي حصلت في يوم الانتخابات من تعطل أجهزة التصويت وما إلى ذلك. أما بالنسبة إلى شارع الأنباري، فشارع الأنباري جمهور المرشحين الذين يتصدرون المشهد الانتخابي قد رحبوا بإعلان النتائج، وهناك شكاوى عديدة قد يعني تلقينا بعض المعلومات من مراقبي الكيانات السياسية أن هناك العديد من الشكاوى التي أرفقت في صناديق الاقتراع ويتم بحثها، وأعتقد أن هذه الشكاوى ربما قد تؤثر ولو بشكل طفيف على مجريات نتائج الانتخابات. وهناك الآن في هذه اللحظة النظر في الطعون والنظر في الشكاوى التي وردت إلى المكتب الوطني للانتخابات. نعم. هناك جماهير غير راضية وغاضبة
من مجريات الأحداث في الانتخابات، إضافة إلى النتائج التي ظهرت، إضافة إلى قانون سانتياغو الذي لم ينصف الكتل المتوسطة والكتل نعم الصغيرة. نعم إلى أربيل نذهب مع مهند محمود. مهند، يعني محافظات الإقليم لحد هذه الساعة لم تعلن أي نتيجة عن النتائج، لا جزئية ولا أولية. ما ردود فعل الشعب الكردي أولا وأيضا الجمهور العربي المتواجد في إقليم كردستان؟ بداية مساء الخير عليك ناطق وعلى مشاهدي قناة الفلوجة الكرام. طبعا في إقليم كردستان كما هو معلوم فإن جمهور الديمقراطية الكردستاني في أربيل ودهوك واضح في كل دورة انتخابية سواء كانت تخص العراق أو تخص إقليم كردستان كجزء من العراق. الديمقراطية الكردستاني حصل حتى هذه اللحظة أو حصد 25 مقعد، تلاها الاتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية الذي حصد تقريبا 15 إلى 16 مقعد، وتلاهم حركة غوران والأحزاب الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية والكوتبة. بكل الأحوال وصلتنا رسائل تهنئة لمكتب إقليم كردستان ومكتب قناة الفلوجة من قبل قيادات الديمقراطي الكردستاني ومن قبل السياسيين الكرد الذين هنأوا قيادة القرار الممثلة بالشيخ الخنجر بعد أن حصد القرار في هذه المعادلة الصعبة في هذه الانتخابات الصعبة، مراكز أو مركز لا يقل عن المراكز الأولى، وبالتالي كان هناك شكر وكان هناك تحضير قد يكون مسبق لتحالفات ستأتي فيما بعد. بكل الأحوال النازحين حتى هذه اللحظة لم تصل أصواتهم، يعني ننتظر المفوضية العليا للانتخابات. كما هو معلوم هناك مخيمات كبيرة في إقليم كردستان، أغلب هؤلاء النازحين صوتوا للقرار العراقي، فبالتالي ننتظر أن تصل أصوات النازحين اليوم من خلال المفوضية العليا للانتخابات التي قد تضيف شيئا ما، وبالتالي قد تكون المحصلة جيدة وتليق بمستوى العراقي الذي تعرض إلى تهجير وإلى أمور أخرى. نعم طيب خليني أنتقل إلى الموصل مع مراسلنا محمد سالم. يعني الموصل هي الأكثر المحافظة يعني بالعدد اللي شاركوا بالانتخابات من المواطنين، لكن لحد هذه اللحظة لم تعلن أيضا أي نتيجة عن محافظة نينوى، وما هي ردة فعل المواطن في المحافظة؟ نعم زميلي ناطق، هنالك إحراق كبير أصاب أهالي الموصل وتحديدا في الجانب الأيمن بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج القوائم. يعني اليوم الشارع الموصلي عموما على ثقة بأنه هذه النتائج ربما يكون متلاعب بها أو ربما تكون غير صحيحة. الكل اليوم بانتظار ما ستعلن عنهم النتائج. المخيمات يعني اليوم الصناديق التي خرجت من المخيمات لم يتفرسها إلى حد الآن، وبالتالي يعني هنالك ممكن أن تكون هنالك مفاجآت، خصوصا أن مخيمات النازحين في مدينة الموصل تضم يعني أكثر من 60 إلى 70 ألف صوت انتخابي. نعم يعني خلي قبل ما أترككم أروح إلى فراس، سؤال أخير، يعني حرارة ترقب المواطنين في بغداد لنتائج اليوم بالنسبة للفائزين وتكملة النتائج الأخرى، وأيضا يعني حرارة الجو اللي هل هناك في الفعل ترقب من قبل المواطنين في بغداد للمؤتمر للمفوضية هذا اليوم هذا المساء؟ الشارع العراقي وحتى الأوساط السياسية جميعها تترقب الإعلان النهائي من قبل مفوضية الانتخاب لنتائج الانتخابات، خصوصا أن هناك ما زال تضارب بين النتائج المعلنة من قبل الكتل أو التحالفات السياسية نفسها ومن قبل مفوضية الانتخابات التي أكدت على أنه لا توجد هناك إلى الآن أي إعلان نهائي رسمي للكتل الفائزة وللشخصيات المرشحين الفائزين في هذه الانتخابات، وبالتالي لربما الساعات القادمة سوف يعني تكون حبلة بالمفاجآت وبالنتائج النهائية. لربما هناك سوف تصعد كتلة أو تحالف
على الآخر بعد هذه النتائج التي أعلنت يوم غد ويوم أمس. وبالتالي حقيقة أيضا يعني سوف يبقى الترقب لما سوف تؤول إليه بعد النتائج النهائية للانتخابات التحالفات، والترقب كيف ستكون وسوف تكون شكل الحكومة، يكون شكل الحكومة المقبلة والتحالفات المقبلة في ظل عدم وجود كتلة يعني هي التي حصدت عدد كبير من المقاعد والأصوات، لأن جميع الكتل اليوم هي تقريبا أصواتها متقاربة. نعم. وبالتالي ستكون اللعبة الانتخابية هي التحالفات النهائية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة. يعني نحن نعلم فراس أنت وبقية زملائك بحرارة الجو وأشعة الشمس اللهبة، لكن مع ذلك أديتم واجبكم هذا اليوم وكل الأيام السابقة. شكرا جزيلا من بغداد فراس الدليمي ومن أربيل مهند محمود من الأنبار سلام خالد، وأيضا من الموصل كان معنا محمد سالم.